من هذا القتيل؟ إنه ليس من عشيرتنا. انتظروا، إنني قد رأيت هذا القتيل من قبل، ولكن أين؟ أين؟ لا تلقي الكلام جزافا. صدقني إني قد رأيته من قبل. انتظروا قليلا ودعوني أركز. لقد عرفته، إنه السيد عاييم الثري. ماذا؟ عاييم؟ إنني أعرف السيد عاييم. نعم، إنه السيد عاييم. يا لها من مصيبة كبرى. إن عشيرته كبيرة وستحدث مشاكل كبرى بسبب قتله. فليحدث ما يحدث، وعلى القاتل دفع الثمن. هيا فلنخبر أهله على الجريمة. إن من قتل عمي سوف يدفع الثمن غاليا، لن أتركه يعيش لحظة بعد ذلك. ولكن هل تعرف من الذي قتله؟ سأعرف، وحينها سيتمنى الموت ألف مرة قبل أن يقع في يدي. ولكن يجب أولا أن ندفن ابن خالتي عييم كي لا تأكله النسور والذئاب. نعم، يجب أن ندفنه، وبعدها نبحث عمن قتله. أيها الساقي، أنت أيها الساقي، فلتحضر لنا كأسين أخريين. إنه كأسك أنت أيها المغفل. لا، إنه كأس الساقي. أيها الساقي، أيها الساقي، ماذا تريد؟ إن هذه الخمر مغشوشة. ليس لدي خمر مغشوشة. إني أقول لك إنها مغشوشة، تشرب منها قليلا حتى تعلم. ليست مغشوشة. وهل حكمت عليها بمجرد تذوقها؟ تشرب منها أكثر. ليست مغشوشة. أشرب أيها الساقي، أشرب مرة أخرى. ها هي الكأس كلها. إنها ليست مغشوشة. إنك تقول هذا لأنك من صنعتها. خذ هذا ثمن ما شربت، ولن أدفع لك ثمن هذه الكأس المغشوشة. هيا هيا يا صديقي، هيا 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 بنا. هذا ثمن كأسي. إنني أشك فيك يا بنيامين، فأنت كانت لك عداوة قديمة مع عمي. لا تكن أحمق وضع سيفك، إننا قد تصالحنا منذ مدة، وأنت كنت حاضرا هذا الصلح،
وكان على يد موسى، وإننا نعلم مدى كرهك له. إنك من تكن في صدرك الحقد والكره لعمي منذ الأزل. بل يهدأ الكل. ماذا حدث لكم؟ هل سيرمي كل واحد منكم تهمة القتل على الآخر؟ نحن لا نعلم من القاتل. وهل سنظل هكذا؟ لا، إن لدي اقتراح. وما هو هذا الاقتراح؟ أليس بيننا نبي الله موسى؟ نذهب إليه ونحكي له عن الجريمة ونطلب منه العون في معرفة القاتل. السلام عليك يا موسى. ويرد موسى السلام، وعليكم السلام، ثم يطلب منهم الجلوس. لقد جئنا لك يا موسى في أمر خطير، ونريدك أن تساعدنا فيه. لقد قتل عمي عايم اليوم وألقي في الصحراء، ونحن الآن حائرون ولا نعلم من قتله. نريدك أن تسأل ربك من الذي قتله كي نئد الفتنة التي انتشرت في العشيرة. إن في هذا العمل خيرا كبيرا يا موسى، ولا يوجد أحسن منك في فعله. ووافق موسى على الطلب، ولجأ موسى إلى ربه ودعاه أن يظهر القاتل، فاستجاب له ربه فأمره أن يأمر قوم عايم بذبح بقرة حتى يعلموا من الذي قتل عايم. إنه يترنح. هو يترنح أكثر. لقد وقع. اخفض صوتك أيها المغفل. هيا 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 بنا. وذهب موسى في الصباح إلى عشيرة عايم لكي يخبرهم بما قاله الله بشأن القتيل. هل أخبرك ربك بالقاتل يا موسى؟ ويقول لهم: إنني سألت ربي أن يظهر القاتل، فأخبرني أن آمركم أن تذبحوا بقرة لكي تعرفوا من القاتل.